يا سادة، احنا على وشك تفنيد كذبة بتشبه الدراما التركية بشكل كبير. من اكتر الجمل المتداولة على ألسنة المدافعين عن اردوغان وتركيا هي جملة ان الصليبيين والصهاينة بيعادوا اردوغان لانه بينصر الاسلام وبيقف في وجه اعداء الاسلام وخلى من تركيا دولة اسلامية قوية مكتفية ذاتيا. وقد تتغير الصيغة من شخص لاخر او من وسيلة اعلام الى اخرى، ولكنها دوما تحمل نفس المعنى. والكارثة ما بتكمنش في المعنى العام للجملة، الكارثة بتكمن يا سادة بتركيبة الجملة ذات نفسها وبمفرداتها. وده اللي هنثبته لكم النهارده بالدليل من خلال غضنا على الاخواني صادق الغرياني، ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم. بيتم حاليا تصوير المشهد التركي واختزاله في بعض وسائل الاعلام وعلى ألسنة المدافعين عن اردوغان بجملة الصليبيين والصهاينة يعادون اردوغان لانه ينصر الاسلام ويقف في وجه اعداء الاسلام وخلى من تركيا دولة اسلامية قوية مكتفية ذاتيا. وخلوا بالكم من كلمات الصليبيين والصهاينة، في الواقع الجملة دي اشبه بالجملة الارشادية، بمعنى انها جملة بيتم توزيعها على الابواق الاعلامية علشان يستنبطوا منها ادوات التلميع والتمجيد لاردوغان. وده اللي عمله بالضبط صادق الغرياني في تصريحه الأخير، فبعد ما اعتبر أن أردوغان أخذ بطار المسلمين بخطاباته الغوغائية. رئيس التركي جزاه الله خير في هذا الخطاب أخذ بثأر المسلمين، وبعد ما اعتبر الغرياني أن أردوغان هو ولي أمر المسلمين واعتبر أنه أمر محسوم. المسؤولية التي شعر بها الرئيس التركي لأنه ولي أمر على المسلمين. يقوم الغرياني صور أردوغان للعرب بأنه بيتعرض لمؤامرة صهيونية صليبية، حصار دولي، حصار في مشروع صهيوني أن تقود هذه الدول الكبرى الصليبية. أخدتوا بالكم طبعا الغرياني بيقول إيه؟ في الواقع هو مش تطبيل بقدر ما هو كذب ودجل. الرجل ده سمح لنفسه أنه يمارسه دون خجل وهو في أغزل العمر، فمن يسميهم صادق الغرياني بأنهم صليبيين وبيقصد هنا أوروبا والأوروبيين، أردوغان وحزبه اللي كانوا مسيطرين على البرلمان التركي سنة 2014 وإرضاء للأوروبيين الصليبيين ما بين قوسين قاموا بإلغاء قانون في تركيا يجرم الزنا تقربا منهم للاتحاد الأوروبي ورغبة من أردوغان في الانضمام الاتحاد الأوروبي اللي الغرياني بيقول عليه انه صليبي. صادق البرلمان التركي اليوم الاحد على اصلاحات قانون العقوبات وفي مقدمتها الغاء تجريم الزنا، مما يزيل عقبة كبيرة من امام مساعي انقرة لبدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي. يعني والله عيب على دقنك يا غرياني، اردوغان اللي انت بتصوره انه نصير للاسلام هو وحزبه الغوا معاقبة الزاني ارضاء للاوروبيين. واردوغان السنة اللي فاتت اكد ان تركيا ما زالت ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي اللي هو الدول الصليبية اللي انت بتقول عليها ان هي بتعديه. أردوغانك يا غرياني عضو في حلف عسكري بيضم الدول اللي انت اعتبرتها صليبية، حلف اسمه حلف الناتو، والحلف ده له قواعد عسكرية داخل تركيا نفسها. والغرياني اللي بيعتبر ان فرنسا بتحشد العالم ضد تركيا لضرب اقتصادها، كيف الحصار على تركيا من هذه الدول الأوروبية التي حشدتها فرنسا ضد تركيا؟ يعني يضربون اقتصادهم في العمق ويريدون أن يذلوهم، أن يؤلبوا عليهم العالم ويعاقبوهم بعقوبات دولية. هذه العادة، هذه الطريقة. بينما أردوغان السنة اللي فاتت بعت وزير خارجيته تشاويش أغلو لفرنسا ووقع معهم اتفاق لرفع التجارة ما بين تركيا وفرنسا لعشرين مليار دولار سنويا. بينما الست الفاضلة أمينة زوجة الفاضل المناضل أردوغان شايلة شنطة نسائية ماركة هيرمز أو هيرمز الفرنسية وقيمتها بتوصل لخمسين ألف يورو، وهنا أردوغان وزوجته بيستمتعوا باقتناء مختلف الماركات الفرنسية. وأما بالنسبة للصهيونية يا صادق يا غرياني، فعلاقات أردوغان مع دولة الصهاينة لا تخفى على أحد، وعشان كده بقولك كمان مرة إنك لازم تتكسف على شبتك. في الوقت اللي انت بتصور للعرب ان الصهاينة عاملين مشروع لمحاربة تركيا وأردوغان، اكبر شركات تركية بتسعى للاستحواذ على ميناء حيفا الاسرائيلي. يعني تعاون مفيش بعده تعاون، وانت جاي تقول عليه انه عداء. لكن اكثر الحكومات الاسلامية للأسف لا تحرك ساكن، وبعضها من هو مثل دول التطبيع مع الصهاينة هو منحاز الى فرنسا. بتقول يا غرياني دول التطبيع؟ هو انتوا بتضحكوا على مين؟ طب ما اردوغان عامل اتفاقيه تطبيع مع اسرائيل سنه 2016، انت عبيط ولا بتستعبط؟ هو لو كان بيعديهم طب ليه بيعمل معاهم اتفاقيه تطبيع؟ فعلا انت ما بتتكسفش على شبتك يا غرياني، والله عيب عليك وعيب على كل مسلم يصدقك يا عجوز ابليس انت. اما اذا حد فيكم بيتساءل عن اسباب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر العملات الاجنبيه مقابل الليره التركيه، فارجو انكم تشوفوا الحلقه دي اللي بينت فيها بالدليل وبالارقام ان
أردوغان وصهره بيرات البرق هم اللي دمروا تركيا بسبب سياستهم الخاطئة. خلاصة الكلام يا سادة، أثبتنا لكم بما لا يدع مجالا للشك أن استعمال ألفاظ زي الصليبية والصهيونية هو استعمال كاذب خاطئ حقير، الهدف منه التلاعب بمشاعركم واستقطابكم كما القطيع لتأييد أردوغان عميل مشروع الشرق الأوسط باعترافه. Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. بنفسه بيقول لشعبه من أكتر من 15 سنة بأنه صاحب مهمة معينة في الشرق الأوسط وتحديدا في بلادنا العربية. هو ده أردوغان، وهو ده أسلوب استعمال الجمل العاطفية المحتوية على الكذب المركب. فلما واحد يقولك الصليبيين والصهاينة بيعادوا أردوغان لأنه بينصر الإسلام ويقف وجه أعداء الإسلام وخلى من تركيا دولة إسلامية قوية مكتفية ذاتيا، أعتقد أني قدمت لك الدليل على أن الكلام ده كذب واضح والعكس هو الصحيح. وقدمت كمان الدليل أنه لا صليبيين ولا صهاينة بيعادوه أو بيعديهم، ولا أردوغان بينصر الإسلام. فأردوغان بيعشق العلمانية وبيعتبرها أشرف نظام على الأرض. تخيلوا، بيقول أشرف نظام على الأرض وبيروح ينحني أمام ضريح أتاتورك أكبر عدو للإسلام. ويجي بعد ده كله الغرياني او اعلام الاخوانجيه يقول لك ان اردوغان اسلامي. اسلامي ايه وحرب ومشاريع صليبيه صهيونيه؟ ايه اللي بتقولوه ده يا ساده؟ كفاياكم ضحك على الدقون وفوقوا بقى يا عرب. تركيا يا ساده هي دوله وظيفيه للغرب في بلادنا لتنفيذ مخطط اسمه مشروع الشرق الاوسط الجديد. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.